ودلوقتي يلا بقى نتكلم عن الجاي وهي الجولة الـ14. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الحاج عامر حسين قرر انه يأجل 3 مباريات في الجولة، وهما الاهلي واستر، الاسماعيلي والمصري، وبيراميدز وسموحة، وده بسبب المشاركة الافريقية للفرق ديت في البطولات الافريقية. وبكده الجولة دي هيتلعب فيها 6 مباريات بس، ونصيحة ما تفعلش اي خاصية في الجولة دي لان ماتشاتها متكافئة ومش مضمون فيها اي نقاط لاي فريق. ده غير اننا لسه ما وصلناش اساسا لنهاية الدور الاول، وبمنظر ده من التأجيلات هيبقى فيه أسابيع فيها دبل وتريبل، وعلى الأقل هتحتاج الكارت بتاع الانتقالات المجانية. فزي ما انتوا شايفين هما 6 مباريات بس، فأنا هشاور لكم على كام لعيب كده لازم يكونوا موجودين في التشكيل بتاعكم، ومش هقدر أعمل لكم دريم تيم في الأسبوع دوت. من الزمالك وفاركو عندك امام عاشور بقى خيار كويس جدا، خاصة انه رجع يستخدم مهارته الاساسية وهي التسديد، واللي شكل فريرة كده هيعتمد عليها اكتر الاسابيع الجاية. وطبعا عندك احمد السيد زيزو موجود عند معظمنا، فسيبه اكيد ما تحركوش من تشكيلتك. مباراة انبي وطلائع الجيش عندك جون ايبوكا في الهجوم او مصطفى شلبي في خط النص، لعيب قوي وسريع ورجله مظبوطة على الجون وممكن يسجل او يصنع في المباراة دي. اما بقى لو عايز تاخد حد من طلائع الجيش فما انصحكش ان انت تختار حد من الفريق غير في خط الهجوم، وهو فيكتوري بنيانجبا، لانه هو اللي ممكن يجيب لك نقط في الجولة دي. من ماتش المقاولين ومصر المقاصة، فمصر المقاصة بتقدم اداء جيد دفاعيا في الدوري لحد دلوقتي، لكن ما انصحكش انك تختار حد منهم في الشق الهجومي. وبما ان الماتش هيبقى على ارض المقاولين فاعتقد ان مصر المقاصة مش هتطمح للفوز وهتلعب على النقطة، لكن لو عايز تاخد حد من الماتش ده فانصحك بمامادو نياس مهاجم المقاولين، سجل اخر ماتش وصنع، ده غير انه سجل لحد دلوقتي 4 اهداف. من مباراة البنك الاهلي والاتحاد ما انصحكش انك تاخد حد من الاتحاد لان اداء الفريق مذبذب اخر كام مباراه في الدوري. اما من البنك الاهلي فاكيد محمد هلال خيار اساسي ليك، خاصه انه سجل 9 اهداف في الدوري وكاس الرابطه وكاس مصر، وفي حاله انه ما يسجلش خطر جدا قدام الجون وممكن يصنع في اي وقت. من مباراه سيراميكا وفيوتشر، ففيوتشر الاسابيع اللي فاتت قدر انه يجبرنا اننا نعامله معامله الفرق الكبرى، بمعنى ان اي مباراه بيدخل فيها فيوتشر بيبقى ليه الحظوظ الاكبر انه يفوز بالمباراه، وبالتالي لازم يكون عندك على الاقل في خط الدفاع جوزيف نجويم، وفي خط النص يكون عندك احمد رفعت وناصر ماهر، واخر مباراه في الجوله هتكون ما بين غزل المحله والجونه، واللي بنسبه كبيره نسبه الفوز فيها هتكون رايحه اكتر لغزل المحله، وهنا ارشح لك عبده يحيى مهاجم الفريق.